السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الفينو في البيض، جميلة جدا وسهلة. بتقوم بيض للناس اللي هي ما بتحبش في المعجنات بيض، مش ما تقلقوش خالص، مش هتطلع معانا زفرة خالص ولا ممسكة كده، بتبقى خفيفة وقطنية جدا. اقول لكم ازاي تطلع معانا بالقوام ده، وهشة جدا وخفيفة. اقول لكم على ادفتين كده خليت القوام معايا بالشكل ده، جميلة جدا وسهلة ومقادير موجودة في كل بيض. بس لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة معايا 3 كوبايات من الدقيق ومعلقتين ونص من السمنة او الزبدة وكوباية كبيرة من الحليب. هي دي المقادير، وبعد كده هضيف لها شوية اضافات. اول حاجة هخلط الحليب مع السكر والخميرة. علشان نفعل الخميرة لازم نعمل كده، هنضيف 3 معالق كبار من السكر على الحليب كده. هدوب السكر كويس في الحليب، وبعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخميرة وهدمجها كويس معاهم علشان نفعل الخميرة. الاول 3 كوبايات الدقيق هنضيف عليها رشة ملح بسيطة، وبعد كده هنزل بباقي المكونات اللي هي 2.5 معالق من الزبدة او السمنة. بعد كده هضيف خليط الحليب اللي هو مدموم معاه 3 معالق من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. بعد كده هخلطهم كويس بالمعلقة او بالمضرب اليدوي او ممكن في العجان. عجنها كويس لحد ما تتجانس مع بعضها، ممكن بعد كده اعجنها بايدي. عجنها لحد ما دي يختفي والقوام يبقى متماسك، وبعد كده هعجنها بايدي. هعجنها بايدي كويس لمدة 10 دقايق، تكون مرنة معايا شوية، وبعد كده هسيبها تخمر. عجن العجينة كويس، بعد كده هسيبها تخمر لمدة 2 ساعة. هغطيها بكيس بلاستيك كده. بعد ما خمرت لمدة 2 ساعة في مكان دافي، شايفين الضعف حجمها ازاي والقوام بتاعها جميل ازاي. اضفنا لها خميرة بس، وبعد كده هفرد العجينة. هفرد العجينة الاول، بعد كده هقطعها. احاول على قد ما اقدر ان انا اقطعها لقطع متساوية. هي هتعمل معانا 10 أو 11 رغيف من الفينو، ممكن تضعفوا الكمية لو حابين. اقطعها لقطع متساوية لمربعات، بعد كده هفرد كل قطعة لوحدها. رش الاول دقيق وبعد كده هفردها. القطعة دي او القطعة العجينة دي بتعمل رغيف من الفينو، هفردها كويس بالفرادة لحد ما تعمل معانا شكل مستطيل اللي هو شكل الفينو. هعجنها على طول وهفردها من العرض، يعني هفردها بالطول وبالعرض على شكل مستطيل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هرش الاول دي علشان ما تلزقش معانا، هفردها بالعرض وبالطول. بعد ما فردتها كويس هلفها بالشكل ده، هفردها بالعرض على شكل الفينو. جميلة جدا وسهلة. هفردها مرة واحدة علشان ما يكونش فيه هوا من جوه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكل الفينو. لسه هتخمر عشان احنا حاطين خميرة، وبعد كده هقفلها كويس من الاحراف. هقفلها كويس كده. بعد ما خلصت الكمية كلها دهنت الصينية بزيت، وبعد كده ضفتهم. عمل معايا 11 رغيف من الفينو، وممكن تكبروا الحجم اكتر من كده، ممكن تصغروه تقدروا تعدلوا فيه. ده بعد ما خمر معايا، انا سبته غطيته وسبته لمدة ساعة، خمر تاني بعد التقطيع. بعد كده هدهنه بمسحة من البيض ببيضة، او ممكن نستبدلها بالحليب. رشة كده بسيطة منها على الوش لو حابين تضيفوا بيض او حليب، ولو مش حابين ممكن ما تضيفوش خالص. كده بعد ما دخلتها الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180، ولو درجة حرارة 200 هتاخد ربع ساعة. كده شغلت عليها الشواية لمدة 3 دقايق، جميلة جدا ومتحمرة معايا. ممكن اكبر الحجم اكتر من كده، انتوا تقدروا تتحكموا فيه. شايفين الكمية عاملة ازاي؟ بجد خفيفة جدا وقطنية، اجمل بكتير من بتاعة المحلات، لان دي في البيت وسهلة جدا، وغير ان هي لسه سخنة وطلعة من الفرن وريحتها بجد جميلة، اجمل بكتير من الفينو بتاع برة. ممكن نضاعف الكمية، جميلة جدا وسهلة. بحبي وغير ان هو سهل وعملناه في البيت ومقادير سهلة جدا، بدقيق وحليب وزبدة، جميلة جدا. وممكن بدل الزبدة نضيف زيت اللي انت تحبيه، سهل جدا وبدون بيض وبدون اي زفارة، وعجينة قطنية بجد جميلة جدا، اجمل بتاعي بره بكتير. وكده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة. اول مرة تشوفوني ما تنسوا تفعلوا زر التنبيه تحت الفيديو، وتدخلوا على قناتي ويوتيوب فيديوهاتي القديمة. عملت قبل كده معجنات كتير جميلة جدا هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.